أتمنى أن نقرأ بعض كلمات واضحة جدا ومطابقة للمصحف الذي بين أيدينا اليوم. انظر، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات. هذه سورة طه. سورة طه، نعم. وقبلها سورة مريم. سبحان الله. الترتيب، هذا أحد العلماء المسلمين هناك، إمام مسجد في برمنغهام، يؤكد أن هذه المخطوطة استدعوه ليدرس التطابق بين هذه المخطوطة وبين القرآن، لأن هذه القضية مهمة. سبحان الله. والله لو وجدوا اختلافا بسيطا لأقاموا الدنيا وأقعدوها، ولكن لم يجدوا شيئا فأقفلوا على هذا الموضوع. الله أكبر. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعالوا أحبتي الكرام في هذه الحلقة المصرية كما الحلقات السابقة، نعيش مع حفظ الله لكتابه، لأنه ظهر من يشكك في ذلك. مع الأسف نحن نوقن كمسلمين أن الله قد حفظ كتابه، ولكن تعالوا لنرى ماذا قال العلم وفي رحاب هذه يعني هذا الكوكب المنير في عالم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. نلتقي مجددا مع فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الدائم الكحيل. مرحبا بحضرتكم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم دكتور، بارك الله فيك. دكتور، يكثر الكلام مع الأسف على بعض الألسنة. نعم. يقول البعض كما قرأ على الإنترنت: وإن كانت قضايا شائكة لكن لابد أن نطرحها حتى نعرف الجواب الشافي. صحيح. يقول البعض أن هناك نسخ للقرآن يعني تخالف النسخة الأصلية الموجودة بين أيدينا، بماذا رد العلم فضيلة الدكتور على هذه الشبهة المصارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أنت اليوم إذا أردت أن تحفظ أي كتاب أو ملف تقوم بإعطائه مثلا شفرات خاصة. صحيح. برمجة خاصة. صحيح. طريقة معينة للحفظ. طيب، الخالق عز وجل أراد أن يحفظ كتابه لأكثر من 1400 سنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. جميل. كيف سيحفظ هذا الكتاب بوسائل بدائية في ذلك الزمن؟ حتى في مكة كان الذين يكتبون أو يجيدون القراءة والكتابة يعدون على الأصابع. قلائل. نعم. جدا كتبت الوحي. نعم. في هذه الظروف أنزل الله أعظم كتاب على الإطلاق وأودع فيه ميزة عجيبة جدا، أن طريقة رسم كلماته أيوة. تتفق مع لهجات العرب، فكل واحد يقرأ نفس الكلمة ولكن بلهجته. لذلك هناك قراءات 7 وقراءات 10 وقراءات 14 معروفة للقرآن. نعم. الكريم. نعم. الميزة الثانية أن هذا القرآن سهل الحفظ. سبحان الله. الكتاب الوحيد الذي يمكن أن تحفظه هو القرآن الكريم، الكتاب المقدس الحالي الموجود حاليا، ما يسمى بالكتاب المقدس، علميا غير قابل للحفظ في صدر أي إنسان. سبحان الله. الميزة الثالثة أن هذا القرآن له يعني طريقة خاصة في إيقاع الكلمات وفي تكرار الكلمات، بحيث أن دماغ الإنسان يتجاوب مع هذا الكلام مباشرة
فيدخل هذا القرآن إلى صدره وعقله من دون أي جهد. الله أكبر. لذلك الله تعالى لم يقل إنا نحن نزلنا القرآن، لم يقل إنا نحن نزلنا الكتاب، صحيح، لم يقل نزلنا الفرقان، وكلها الذكر. أسماء للقرآن. نعم، اختار الذكر. لماذا اختار لماذا الذكر؟ لأن صفة الذاكرة موجودة في القرآن. ذاكرة القرآن وعلاقتها مع ذاكرة الإنسان وتجاوب هذه الذاكرة منسجمة. وبالتالي لو قال أنزلنا الكتاب، الكتب يمكن أن تحرف، سبحان الله، نزلنا الفرقان يمكن أن يتلاعب به، ولكن الذكر أي أنه سيحفظ من خلال ذاكرتك أيها الإنسان. وبالتالي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا يفسر يا دكتور الناس اللي هم حتى غير العرب، طفل تجده 6 سنوات ذاكرته تحفظ القرآن كاملا بالرقم الآية والصفحة والكلام منتهى التطور. سبحان الله. لولا وجود نظام رقمي في هذا القرآن مبرمج، لا يمكن لأحد أن يتمكن من حفظه بالأرقام وبأرقام الصفحات وأرقام الآيات. نعم، عجيب عجيب، سبحان الله. طيب، الآن ظهر بعض الباحثين يشككون بهذا القرآن ويقولون هناك نسخ اكتشفت حديثا، مثل مخطوطات صنعاء التي اكتشفت مؤخرا، آلاف المخطوطات تخالف القرآن الكريم الذي نعرفه اليوم. هذا كلام المشككين. نعم نعم. أين الدليل؟ لا يوجد. ما هو دليلكم؟ وعندما يعرضون أبحاثهم، هي ليست أبحاث، هي هراء، أحضروا لنا، أنا أقول كيف كانت تقرأ سورة الفاتحة. اليوم لدينا 2 ملياري مسلم في العالم يقرؤون الفاتحة، صحيح. هل كان لها شكل آخر؟ لا. أعطونا السورة القديمة الحقيقية، هذا غير موجود. الإثبات الدقيق الذي جاء، سبحان الله، جاء من أقصى الغرب، من جامعة برمنغهام. جميل. اكتشفت هناك مخطوطة عمرها أكثر من 1400 سنة، تعود لعصر النبي أو أحد الذين عاصروه. مخطوطة للقرآن. نعم. هذه المخطوطة كيف استنتجوا هذا الزمن؟ فحصت من خلال ما يسمى معجل جامعة أكسفورد هناك، لأن هذا المعجل غير موجود في كل بريطانيا، فقط في أكسفورد، وهذا يقيس عمر الورق بدقة من خلال تقنية الكربون المشع C14، معروفة بالنسبة لمن يهتم بهذا المجال. فهذا الباحث الذي يدعى البروفيسور ديفيد توماس، وهو أستاذ دراسات اللاهوت والأديان المقارنة في جامعة برمنغهام، وهو متخصص في هذا المجال، يقول كلاما عجيبا، كيف يتطابق القرآن الحالي مع هذه النسخة التي تعود لعصر النبي أو من عاصره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويمكن إذا أحببت أن نرى التقرير حرفيا لكي يقتنع، وهو يتكلم يشكك. يعني وهو يتكلم بنفسه. نعم. طيب، يعني مفاجأة أن احنا نسمع يعني هذا الكلام من عالم أظن أنه ليس مسلم العالم. ليس مسلم طبعا. سبحان الله. وتأخذ منه الشهادة. نعم. If it is what we now think it is, it's very important indeed. Islam is associated of course with the Prophet Muhammad, and he lived in the late 6th and early 7th century. Now this manuscript could well have been written just after he died. The parts of the Quran that are contained in those fragments are very similar indeed to the Quran as we have it today. And so this tends to support the view that the Quran that we now have is more or less very close indeed to the Quran. سمعت هذا الباحث ماذا يقول؟ قريب جدا القرآن الحالي مما رأيناه من مخطوطة تعود للقرن 7 الميلادي. سبحان الله. هذا اعتراف أحد باحثي الغرب الذي فحص هذه المخطوطة علميا. فأتمنى أن أسمع رد الملحدين على هذا البروفيسور،
الذي يؤكد أن القرآن لم يحرف. بارك الله فيك دكتور. طبعا بعد هذه المشاهدة أقول لمن يسمعنا إننا نوقن كمسلمين للمرة الألف أو المليون أن كتاب الله هو الكتاب الموحى به والمنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا نعرض هذه المشاهد ونعرض هذه الشهادات لغير المسلمين وإنما لنخاطب بها غير الموحدين أو الملحدين أو المشككين حتى يوقنوا جميعا بالعقل وبالحجة أن هذا كتاب الله تبارك وتعالى، وليهتدي من يهتدي وليضل من يضل. أنزله بعلمه. أهلا بكم من جديد أحبة الكرام مع استكمال الرحلة الإيمانية مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ونستعرض معكم هذه الحقائق الجميلة والجليلة التي تضفي على القلب حلاوة الإيمان ولذة اليقين. تفضل دكتور. في ألمانيا قبل سنتين أو ثلاثة أعتقد 2014 اكتشفت مخطوطة مضى عليها مئات السنين في ألمانيا، ولكنها يعود زمنها أيضا لما بعد النبي بقليل إلى القرن السابع الميلادي أيضا. سبحان الله. هذه المخطوطة عندما قمت بتحميلها من موقع جامعة توبنغن على ما أعتقد وقمت باستعراضها وجدت تطابقا بنسبة 100% مع القرآن الحالي الرسم العثماني الذي بين أيدينا. سبحان الله. لا توجد اختلافات لا في كلمة ولا في حرف ولا في ترتيب سورة أو ترتيب آية. سبحان الله. كل صفحات المخطوطة المعروضة. كيف ذهبت هذه المخطوطات إلى هؤلاء الغرب؟ طبعا هم عندما نهبوا بلاد المسلمين أيوة. نهبوا ثرواتهم العلمية. نعم. وهناك نعم. تقرير نشره أو فيلم القناة الثانية في التلفزيون الألماني أيوة. قال الباحث بالحرف الواحد إن أكبر عملية سرقة وتزوير في التاريخ قمنا بها نحن الأوروبيين من بلاد المسلمين، فأخذنا مخطوطاتهم ثم نزعنا اسم المؤلف ووضعنا أسماءنا عليه ونسبناها لنا وهي منسوبة للمسلمين، ومع ذلك يلف الزمان ويعود ليثبتوا لنا بما معهم من كنوزنا أن قرآننا هو الحق. سبحان الله. نعم. تفضل دكتور. هذه النسخة التي تحدثنا عنها آنفا نعم نسخة برمنغهام الجميلة جدا، هي آيات من سورة طه، يمكن إذا أحببت أن نرى بعض مشاهد موجودة عرضت على موقع الجامعة هناك. جميل. ونحن أخذناها من عندهم ونريد أن يطلع عليها المشاهد الكريم ليرى ماذا يقول العالم غير المسلم والعالم المسلم. جميل. ماذا يقولون عن هذه المخطوطة وهذه الدقة. سبحان الله. ويمكن إذا ظهرت الآن أمامنا أن نقرأ بعض كلمات واضحة جدا ومطابقة للمصحف الذي بين أيدينا اليوم. انظر، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، هذه سورة طه. سورة طه. نعم نعم. وقبلها سورة مريم. سبحان الله. الترتيب، هذا أحد العلماء المسلمين هناك إمام مسجد في برمنغهام يؤكد أن هذه المخطوطة استدعوه ليدرس التطابق بين هذه المخطوطة وبين القرآن، لأن هذه القضية مهمة. سبحان الله. والله لو وجدوا اختلافا بسيطا لأقاموا الدنيا وأقعدوها، ولكن لم يجدوا شيئا فأقفلوا على هذا الموضوع. الله أكبر. قال لهم هذا الشيخ إن وهو يقرأ الآن على فكرة بالرسم الأول هذا غير منقط. نعم. الخط نعم. الحجازي هذا الجميل. نعم. سبحان الله. يقرأ أمام هذه الباحثة وهو يحفظ بصما، يقرأ آيات من سورة طه يحفظها بصما، وهي تستغرب كيف يحفظ كلام كتب قبل 1400 سنة. طب وغير منقط، هذا الكلام غير منقط. سبحان الله. الله أكبر. لذلك ثبت لديهم في الغرب أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون مختلفا أو أن يكون متناقضا. نعم. أو أن يكون هناك نسخ أخرى غير هذه النسخ التي تطابق القرآن الحالي الذي نعلمه اليوم. الله أكبر. طيب عندما تحدى الله الإنس والجن وعندما قال
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يستطيع محمد عليه الصلاة والسلام أن يدعي بأنه سيحفظ القرآن بعد موته؟ لا يمكن. صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيك ومضة بسيطة فقط من القرآن تدلك على ألوهية هذا القرآن. قلت ذات مرة: إذا أردت أن تتعرف على المسيح فاقرأ القرآن، إذا أردت أن تتعرف على مريم عليه السلام فاقرأ القرآن. الله أكبر. الكتاب المقدس عندما تقرأه لا تجد كلمة مريم تتكرر إلا عدة مرات، 4 أو 5 مرات، مرة مريم المجدلية ومرة مريم الأخرى ومرة، ولا يوجد أي تكريم لها ولا كلمة تكرم هذه المرأة العظيمة. الله. القرآن كرم مريم في 34 مرة ذكرت في القرآن، 34 مرة، أكثر من اسم محمد. اسم محمد 4 مرات. سبحان تصور. الله. سبحان الله. سورة مريم سورة كاملة في القرآن: يا مريم، انظر هذا الخطاب، الله، إن الله اصطفاك، الله، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. جميل. أيها الملحد، أعطني عبارة واحدة في أي كتاب تكرم هذه المرأة العظيمة كما كرمها القرآن. الله أكبر. لا يوجد، لا يوجد. ولن يعثروا، ولن يعثروا. حتى نحن قمنا ببرمجة هذه كلمات الكتاب المقدس وغيره من الكتب طبعا. جميل. على البرامج، ونتج لدينا نتائج مذهلة تدل على أن الكتاب هنا محرف، بينما القرآن مصدره إلهي وحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وأثبتنا ذلك بلغة الأرقام. سبحان الله. سبحان الله. يدعون أن القرآن كتاب إرهاب. كلمة إرهاب لم تذكر ولا مرة في القرآن. سبحان الله. فقط كلمة ترهبون في مجال علم النفس العسكري ذكرت في مجال محدد. نعم نعم. السيف ذكر كثيرا في الكتاب المقدس، مئات المرات، أكثر من 200 مرة، في القرآن لم يذكر ولا مرة واحدة. سبحان الله العلي القدير. سبحان الله. الرحمة ذكرت أكثر من العذاب في القرآن. صحيح. رحمتي سبقت غضبي. نعم، عدد كلمات الرحمة. نعم، لو قمنا بجمع أسماء الله الحسنى في القرآن سوف نجد آلاف المرات، لأن اسم الله فقط 2699 مرة. جميل. الرحمن 57 مرة، الرحيم 115 مرة، وكلها تتكرر عشرات أو مئات المرات لتجد نفسك أمام آلاف الصفات التي تتعلق بالرحمة. يعني خذ أول آية من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. تصور. تأصيل. آخر آية من القرآن: من الجنة والناس. سبحان الله. سبحان. كأن الله يريد أن يقول لك إن هذا القرآن رسالة من الله إلى الناس. هنا أحب أن أعطيك معجزة سريعة أختم بها. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم 4 كلمات، صح؟ طبعا الفاتحة هي 7 المثاني، يعني نعم. رقم 7 محوري في القرآن. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم 4 كلمات، من الجنة والناس 3 المجموع 7. 7. سورة الفاتحة 29 كلمة، سورة الناس 20 كلمة. أنا فقط أخذك إلى أول القرآن وآخره. نعم. 29 زائد 20 49 يساوي 7 في 7، مضاعفات الرقم 7. عدد حروف الله في سورة الفاتحة، هو رسالة من الله كما قلنا. نعم. الألف تكرر في سورة الفاتحة 22 مرة، اللام 22 مرة، المجموع كم؟ 44. 44. الهاء 5، المجموع كم؟ 49. ماذا يساوي؟ مضاعفات 7 في 7. نعم. ليس مضاعفات، هو 7 في 7. نعم. 7 من المثاني. أيوة. أخذك إلى آخر السورة، إذا أحصيت كلمة الله لا تجد شيء يتعلق، يجب أن تحصي كلمة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تكررت كثيرا وختمت بكلمة الناس، من الجنة والناس، آخر كلمة في، نعم، القرآن، في القرآن الناس. كلمة الناس. إذا أخذت حروف الناس، الألف، اللام، النون، السين، هذه حروف كلمة الناس. نعم. وجمعتها في سورة الناس تعطيك 49 حرفا 7 في 7. الله أكبر. أسرار. نفس العدد تماما. أسرار رقم 7. فكأن الله يريد أن يقول لك هذه رسالتي من الله، من سورة الفاتحة إلى الناس. وبالتالي لو فكر أحد أن يضيف سورة أو يحذفها
سوف يختل هذا البناء العددي المبهر. سبحان الله العلي. ولو طبيعي. فكر بتغيير ترتيب الصور لاختل هذا النظام أيضا. جميل جميل جميل. إذن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر كم وسيلة تأكيد. سبحان الواو الله. الواو للتأكيد وإن أداة تأكيد. بناء العظمة. له لم يقل حافظون، قال لحافظون، استخدم لام التوكيد. الله أكبر. ليؤكد لك أنه محفوظ. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك دكتور على هذا الإثراء وهذا العطاء الزاخر الذي أوضحت به حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه. وليس لدينا عزيز المشاهد بعد شكر عالمنا الجليل، ليس لدينا أي تعليق إلا أننا ننصحك ونرشدك إلى التركيز مع هذه الآية الكريمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، عدة توكيدات كما ذكر دكتورنا وعالمنا الجليل. وهذا يجعلنا نتعجب عندما نرى أن هذا الحفظ لم يشترك فيه المسلمون وحدهم، وإنما سخر الله عز وجل غير المسلمين لحفظ كتاب المسلمين. فسبحان من أنزل هذا القرآن على قلب النبي الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.